استخدميها مرتين في اليوم والكل هيسألك عن طول وكثافة وجمال شعرك، تطويل، تنعيم، ترطيب، التخلص تماما من كل الفراغات. هتنبت الفراغات مرة اخرى في الشعر، حتى لو كان الشعر بالفعل اصلع او مفهوش شعر تماما، هتشوفي منها العجب مرتين بس في اليوم ولمدة اسبوع، هتلاحظي منها نتائج هايلة والكل هيسألك عن جمال وطول شعرك. حبايبي تابعوني للنهاية، هقولك ازاي تستخدميها، لان ليها تكنيك وليها طريقة معينة، هي سهلة جدا وبسيطة، ولكن عشان بس البنات اللي بتخش الفيديو وتطلع منه على طول وبعدين ترجع تشتكي تقول ان المنتج ما جابش معاهم نتيجة، ده بسبب ان انتوا مش بتتفرجوا على الفيديو للنهاية، لان دايما بقولك على شوية نصائح وحاجات مهمة لازم تلتزموا بيها، وان شاء الله هتشوفي منه نتائج هايلة. حبوب بريو راين ان من الحاجات اللي بتبقى كلها من مواد طبيعية، بتساعد الشعر ان هو ينمو مرة اخرى، غني ببروتينات مخصصة عشان تنبت الشعر وبتخليه اكثر قوة، بتزود وصول الدورة الدموية لفروة الراس، بتحافظ على الشعر من التقصف والتكسر، بتخلي شعرك قوي واكثر مرونة، كمان بتنشط المكونات الموجودة دي، بتنشط فروة الراس، فبتخلي الشعر بيبدأ ينمو مرة اخرى، وبيكون تقيل وقوي، وبيحتوي على العديد من الاحماض الدهنية اللي بتخليه زي زيت جوز الهند، اللي بتخلي الشعر رطب وملمسه ناعم، وكمان بتزود من قوة الشعر وبتمنع التساقط، بالإضافة كمان ان هو موجود فيه زيت جنين القمح اللي هو مسؤول ان هو يغذي الشعر ويقويه. لو انت بقى بتخرجي كتير في طقس يعني حار جدا او بارد جدا، فاكيد شعرك معرض للتلف، المنتج ده بيساعدك ان هو يحافظ على شعرك من التأثيرات الطقس خارجية، وبيرطب الشعر وبيمنع تكسره او تساقطه مرة اخرى. يعني حتى بعد توقفك عن استخدام المنتج هتلاحظي ان شعرك زي ما هو تقيل وقوي من غير ما يحصل فيه تساقط، بموجود فيه كمان بيتحكم في معدل تساقط الشعر وبيمنعه تماما من التساقط، وده بشكل تدريجي طبعا، مفيش حاجة في يوم وليلة، عشان برضو اكون صريحة معاكو. بتميز ان هو ملوش اي اثار جانبية، نتائجه بتظهر بشكل سريع جدا جدا، خصوصا لو انت استخدمتيه في مراحل تساقط الشعر الاولى. مكوناته مش بتفيد الشعر بس، ده كمان بتحسن من ملمس ومظهر الضوافر وبتقويها، البروتينات الموجودة فيه بتخلي الضوافر نفسها قوية، وكمان بتساعد ان بتخلي البشرة صافية وبتخليها دايما شكلها مشرق، وكمان بتمنع تكسر الضوافر، وملوش اي اثار جانبية على الاطلاق، لان مكوناته من المستخلصات الطبيعية. حتى غلاف الكبسول الخارجي عبارة عن مركب عضوي، هو كمان مكمل غذائي مذهل آمن وفعال، ناس كتيرة بتقدر تستخدمه، بيناسب الأطفال فوق يعني عمر 7 أو 8 سنين أو على حسب رؤية الطبيب المعالج، الجرعة للبالغين من 2 لـ3 كبسولات. برضو للاطمئنان وللمعرفة اكتر ومزيد عن المنتج، مهم جدا ان انت تقري النشرة الداخلية او اللي بيبقى المكتوبة على المنتج عشان تعرفي طريقة استخدامه المناسبة ليكي، لكن يعني الافضل كمان ان انت تستخدميه تحت اشراف طبيب. ومهم ان انت قبل ما تستعمليه تعرفي ايه سبب نوع تساقط الشعر، هل سبب تساقط شعر وراثي ولا بسبب نقص الفيتامينات، لان احيانا لو في سبب نقص الفيتامينات او الحديد ممكن الكبسولات حتى لو استخدمتيها وجاب معاكي نتيجة كويسة، ممكن بعد التوقف عنها يرجع تساقط مرة اخرى، وده بسبب ان انت اصلا عندك مشكلة داخلية فلازم تنحل الاول. فبس في النهاية ان هو مهم جدا للبشرة، للشعر، للضوافر، بيمنع تكسر الضوافر بشكل كبير جدا، انصحكم جدا بيه لكل سيدة وكل فتاة عايزة يعني شعر قوي صحي لامع، يكون شعر طويل، شعر كثيف، الضوافر تكون قوية، انصحكم جدا باستعماله. في نهاية حلقة اليوم حاولوا ان انتوا تشجعوني عن طريق ان انتوا تحطوا لايكات، تشاروا الفيديو مع الجميع لكي تعم الفائدة، واكتبوا لي رأيكم وتعليقاتكم. لو حد جرب المنتج ياريت يكتب لنا رأيه فيه، لاني بحب جدا ان احنا كلنا نقرأ تعليقاتكم، والبنات كلها بتخش تقرأ تستفاد من التعليقات، فما تبخلوش علينا باللايكات والشير كتير الفيديو. اشوفكم حبيبي في امان الله.